يعني من جهة أخرى حضرتك حاليا لك مركز آخر هو أيضا مركز استطلاعات و يعني التعامل مع الناس في آراء كثيرة اللي هو بصيرة. بصيرة يعني. هو المركز ده الحقيقة أنا عندما خرجت من الحكومة في منتصف 2011، فالحاجة اللي كانت دايما نفسي أن أنا أعملها وأنا في مركز المعلومات، كنت أقول لما أتقاعد أعمل مركز لاستطلاعات الرأي يكون خاص. وفكرة الخاص مش تحقيق ربح، طبعا دي ما هيش الحاجة اللي بتحقق ربح يعني كبير، لكن الفكرة انه المركز استطلاعات الرأي الخاص بيكون مستقل عن الحكومة، فبالتالي بيبقى انا من وجهة نظري انه في استطلاعات رأي يجب ان تتم داخل مركز حكومي، وفي استطلاعات رأي اخرى يجب ان تتم خارجه. اللي بتتم داخله هي الحاجة اللي بتساند اتخاذ القرار في الحكومة، بحيث انها تبقى عارفة الناس عايزة ايه، او الناس مش مبسوطة من ايه، او مبسوطة من ايه لاخره، عشان تاخد هذا في الاعتبار في عملية القرار. لكن المركز المستقل ممكن يقيم اداء الخدمات مثلا، لكن مش هينفع انه المركز الحكومي يقيم الحكومة، او المركز الحكومي يقول فيه يعني فساد ولا لابد من فساد. جهة اخرى من طرف اخر على اساس تحقيق نوع من الحيادية. من الحيادية بالظبط. وده اللي سائد في العالم كله يعني. في العالم كله ما حدش بيعتمد في مثلا تقييم الخدمات الحكومية على مركز حكومي. أيوة. لانه في تعارض مصالح. أيوة. يعني أيوة. وفي حرج يعني انه مركز حكومي يطلع يقول ده الحكومه مثلا في اخطاء هنا، او في سوء اداء في الحته دي، هتبقى فيها حرج يعني. فبالتالي دايما الناس بتلجأ لمراكز مستقله عشان تقول هذا التقييم. يعني مركز بصيره، مركز مستقل، مركز مستقل، مركز خاص، شركه خاصه يعني، شركه مساهمه خاصه ولها مجلس اداره، كلهم ناس مستقلين. طب والنتائج التي تصدر عن مركز بصيرة أين تذهب؟ يعني إحنا لأننا مركز مستقل وهدفنا هو أن إحنا نوصل المعلومات للمواطنين كلهم بدون أي تمييز، فإحنا بنرسل كل نتائجنا لوسائل إعلام، لكل وسائل إعلام بدون استثناء. وإحنا بنتوقع أن وسائل إعلام إذا وجدت أن هذه النتائج شايفة أنها مهمة أو لها أهمية خاصة فبتنشرها، فبالتالي بتتاح من خلال وسائل الإعلام لكل المواطنين على قدم مستواه في نفس اللحظة. طب هل يكفي النشر؟ أم أن النشر يعني يحتاج عادة لنوع من أنواع الشرح؟ هقول لحضرتك، هو يعني في حاجات طبعا بتبقى الحيادية تتطلب أن احنا نترك الرقم كما هو. يعني مثلا لما تيجي حضرتك تقولي لي هو الناس راضية عن خدمات الحكومية ولا لا، فأقول لك مثلا الناس راضية كذا في المية راضيين عن الخدمة المعينة. أنا هنا ما بشرحش، لأنه أنا بحط الخدمات كلها وأقول درجة الرضا رأي الناس إيه فيها، وبيبقى واضح أنه في خدمة معينة درجة الرضا أعلى من خدمة أخرى بدون شرح أو بدون أي نوع من، لأنه الحاجة واضحة. لكن في بعض الحاجات قد تكون تحتاج إلى توضيح. يعني مثلا إحنا كان عندنا بعض الدراسات عن تقييم تجربة إصلاح التعليم، فهنا لازم نوضح مثلا احنا بنتكلم على اني مرحله تعليميه، بنتكلم على الدراسه دي هدفها ايه، الاسئله اللي اتسالت للطلبه ولا للمعلمين ولا لاولياء الامور الى اخره، بتبقى عايزه بعض الشرح. فلازم طبعا نعمل هذا الشرح، لكن احنا بنحاول ان احنا ما نحطش تفسيرات، لان التفسيرات عاده بتكون ذاتيه. يعني لما اقول لحضرتك 50% موافقين على كذا، دي حقيقه مطلقه كده، لكن لما اقول لك اصل هم موافقين عشان كذا، لو كان حصل كذا كان هيوافقوا اكتر الى اخره، فهنا انا دخلت في التفسيرات. والتفسيرات احنا بنحاول احنا نبتعد عنها ونتركها للناس اللي بيناقشوا اي موضوع، هم اللي يحطوا التفسيرات بس، يعني عشان ما نبقاش متحيزين. نسبه الموافقه مهمه طبعا، وسبب الموافقه نوع من التحليل مهم بالزبط. يعني مش مجرد المعلومه انه في 30% موافقين و70% مش موافقين. يعني احنا في بعض الاحيان بنسال سؤال نقول طب انت موافق ليه، او انت مثلا الخدمه دي مش عاجباك ليه، بس احنا بنحاول ان احنا نعكس اللي بيتقال بالظبط. يعني زي بالظبط حضرتك الترمومتر، يعني الترمومتر بيقول درجه حراره الشخص كذا 37 درجه 38 الى اخره، لكن احنا ما بنوصفش لا العلاج ولا بنشرح المرض.
احنا مجرد بنوصف بناخد صوره كده. طيب صورة هذا من جانبكم كمركز خاص، وهناك مركز عام او مركز حكومي. ماذا عن الناس نفسهم في مصر؟ يعني لما بيسالوا مدى الصدق او الثقه فيما يعني يجيبون به؟ دي نقطة مهمة جدا، لأنه في عادة الواحد لما يجي يعمل أي استطلاع رأي صياغة السؤال مهمة جدا، والسؤال إذا كان بيتناول قضية الناس خايفة تجاوب عليها أو الناس بتتحرج إنها تقول رأيها فيها، عادة الإجابة لا تكون صادقة 100%. يعني مش كل الناس بيقولوا إجابات صادقة إذا كان السؤال، إذا كان الموضوع السؤال نفسه خايفين يجاوبوا عليه، أو خايفين إن هم يقولوا رأيهم فيه لأنه مثلا بيتعارض مع، أو بيظنوا إن هم بيتعارض مع القيم، مع رأي ديني إلى آخره. فعادة في المساحات دي ما نعملش فيها استطلاعات رأي، لأنه مش هنوصل لإجابة سليمة، وربما يكون نشر مثل هذه النتائج بيضلل الجمهور العام أكتر، لأنه ما بيقدرش يقيس المساحة أو الحجم بتاع عدم الصدق في الإجابة بالأسئلة. ودي طبعا نقطة مهمة جدا، ويجب أن نكون حذرين فيها، ويجب أن، ودي يعني هو ده الفن بتاع قياس الرأي العام، إن احنا يعني زي ما هو في علم لكن في فن كمان، إنه لازم ناخد بالنا إن احنا نقيس الحاجة اللي فعلا يمكن قياسها، ما نقيس حاجة. وفي طبعا أمثلة كثيرة يعني في العالم كله في الجزئية دي، وفي منهجات كتيرة لتدريب الباحث على ان هو يسأل السؤال بالطريقة الصح، وصياغة الأسئلة لازم نجربها الأول، ما نعملهاش على طول.